هل هناك علامات من خلالها يستطيع الأهل أن يكتشفوا وأن يعرفوا أن ابنهم مدخن؟ العلامة بتاعت التدخين أن الطفل ما يشتغلش مراهق وصغير قريبة من علامة تعاطي المخدرات. أول علامة اللي هي تردد المحرفين على الحوش زي المخدرات بالضبط. اللي ما كانش يقدر يدخنه بده يجي الحوش ويسلم عليه. رقم اثنين نفس القصة، نقص الأشياء تبين المنزل اللي تقتل خنبة في الحوش، مرة جنيه مرة زوز مرة عشرة، هذه مكرو علامات. ثالث شيء بالذات تو غلي الدخان أكيد غلي هلبة باهي، حتى النفة اللي كانت بجنيه ونص طولت برضه بثلاثة ونص وأربعة ضابط الأسعار. إيه سلام عاد كيف؟ مرة كيف عشان جاي بنتكلم مرة كيف؟ لازم نعرف كل شيء باهي. نفس القصة عندك هذا رائحة الملابس بتاع الشخص بصفة عامة، شكل الأظافر تلقاهم يميل لون أصفر تلقاهم مش طبيعيات. ثاني شيء قلة الشخص في شيء في الطعام مع شيء يأكل زي قبل، تلقى الإنسان اللي يدخن هواء لما يخش الحمام حتى يعطل لفترة طويلة، أو ما يخش الحوش تستغرب يخش الحمام طول يعطل فيه باش يمضمض وباش بيمصمص وعاد بيبخبخ بالصناين وغسل بالصابون باش يغطي على رائحة الدخان وباش يموش عليه باش يموش عليه. ثاني شيء ما تلاحظ أن حواجه فيهم عقارات على الدخان، وكان منقوبات حواجه كحشيش عاد 100% فيها شيء نقاش. وفي نقطة لو كان يقفص الحوايج نتاعها فيه منقب كحول يعني إيه؟ منقوبات، هذاك عادي يخلط فيها بالحشيش. تعرف الحشيش المادة الزيتية فيها تطلع زي الجمرة يسموها فيها همانة وتنقب الحوايج. في نقطة بنقولها مكينة قبل ما ننسى ومهمة، يعني خلاص أراه 90% من يتعلموا الدخان في سن صغيرة تعاطوا مخدرات لما كبروا، خاصة الحشيش. إن أي واحد تلقاه صغير، سامحني في الكلمات يسامحوني حتى الناس اللي تشاهد فيها توا، سواء أي الصغير سواء إعدادي ابتدائي نوض سلم يقول ما كان الانحراف. إن أول درجة تعاطي المخدرات راهو التدخين، إن حيجيب ما في بعده حيجيب. علامة أخرى، علامة أخرى مراوغة حتى هي ممكن يخلق الأكاذيب إنه مش ما عنديش مشكلة باش أنا ندخن، وهذه أهم العلامات طبعا. طيب ردة فعل الأبوين في حال اكتشافهم أن ابنهم مدخن أحيانا تكون ردة فعل قاسية، يعني تشعر هذا المراهق بصراع، يعني يرى أن هناك العديد من المدخنين في البيت لكن هو فقط المعاقب. كويس، أنا نقول ياريت تكون قاسية، تو ما عادش قاسية سامحني في الكلمة هذه، إني حاضر مواقف مش كويسة أصل المدارس. يكتشفوا أنه يدخن يكلم البو، من يقول يدخن ولدي يقلب بو المدرسة على راسها سامحني في الكلمة هذه، وأنتم صفتكم ونعطكم مكرهين للولد. أنت خلقت لداري أنا زينة مادة وزينة يدخن تعلم الدخان. هو صح غلط انه هو لما تلقى العيل يدخن سامحني في الكلمه هذه وجي طول تضربه وتكشخ، لا غلط، انا نقول لك غلط ماهوش مضبوط. كان احنا ناس من ضربوني من الناحيه النفسيه والناحيه السلوكيه، لازم نقام انا وياه نفهم شو مشكلته بالضبط ونبي نعرف شكون هو المؤثر عليه. لان زي ما قلت لك من 90 95% هو تاثير الاقران هم اللي خلوه يدخن راه. نبي نشوف شكون هو المؤثر اللي خلاه دخن، علاش قام زعما ولدك قول لي شنو الاسباب خلتك تدخن، انا شنو السبب؟ نبي نفهم نحصر في زاويه احنا نقول. احيانا يكون الاب مدخن، الاخوه الكبار مدخنون، ما ينفعش، ويشعر هذا المراهق انه هو فقط المعاقب، يعني حلال عليهم وحرام علينا احنا. لان لو مثلا سامحني في الكلمه هذه، مثلا حد يدخن ولقى ولده يدخن وجيبوه يقول عيب عليك يا ولدي وحرام عليك، عيلك ما يقولها لكش مرات يشبح لك شبحه، انا كانك ابوي انت تدير في الحرام تدير في العيب، يديرك بشبحه يعني بنظره. ما تقدرش انت تعالج مشكله كان ابوي يدخن اخوي يدخن، هذه صعب جدا، ممكن يخش طرف ثاني يكون مدخن. نعم، هو في الغالب حينما يكون هناك فرق بين كلام الاب وبين ما يقوم به الاب من افعال ومن سلوكيات، يعني هذا يؤثر جذريا في تصرفات هذا الطفل. حيخذ لك ذريعه وحيخذ لك حجه بيغلبك بها، نقول انت ماكش قدوه انت شنو تنصح فيها انت تدخن يعني. طيب كيف يكون